عمرك فكرت هوس المنافسة والانتقام ممكن يوصل الإنسان لفين؟ سؤال صعب، بس الإجابة هتلاقيها في ماستر بيس النهاردة، فيلم The Prestige. مبدئياً أحداث الفيلم بتدور في القرن 19 حوالين اثنين سحرة، وهم أنجر اللي بيقوم بدوره هيو جاكمان، وبويدن اللي بيقوم بدوره كريستيان بيل. أنجر وبويدن كانوا أصدقاء وبيشتغلوا مساعدين لأحد السحرة، وكان معاهم كمان مرات أنجر جوليا اللي كل وظيفتها إن بعد ما بويدن يربطها بالحبال تنزل في صندوق مليان مية وتفك نفسها. الخدعة دي كانت بتتعمل كل يوم وبتنجح، ولكن في يوم بويدن ربط الحبل بقوة وجوليا ما قدرتش تفكه، فبالتالي غرقت وماتت. ووقتها أنجر انهار من الحزن واتهم بويدن بقتلها، ومن هنا اتحولوا الأعداء. وفي يوم اتهور أنجر وضرب بوردن بالرصاص، بس لحسن حظه ما ماتش، والرصاصة جت في ايده وتسببت في بتر صباعين منها. هوس الانتقام كان كل يوم بيسيطر اكتر واكتر على أنجر، خاصة بعد ما قدم بوردن عرض مبهر بيتكون من بابين على المسرح بينهم مسافة، بيدخل من واحد منهم وبيخرج من التاني في اقل من ثانية. أنجر كان هيتجنن ويعرف سر خدعة بوردن. المساعد بتاعه قال له انه اكيد بوردن جايب له شبيه وبيبدل معاه، ولكن أنجر وقتها ما صدقش، خاصة إن الشبيه كان برضو صابعه مقطوعة. بويدن يوم بعد يوم كانت شهرته بسبب الخدعة بتزيد أكتر، ومع فشل أنجر في معرفة السر جاب لنفسه بديل علشان ينفذ نفس الخدعة. ولكن لما بويدن اكتشف الموضوع اتفق مع البديل على أنجر وأفسد عرضه بطريقة كانت صادمة. بعد الحدث ده أنجر هيسافر للعالم تسلا علشان يخترع له حاجات تساعده ينفذ خدعة بويدن، بس يا ترى بقى هيخترع له ايه وهيوصل بيه لفين، ويا ترى ايه هو اصلا سر خدعة بويدن؟ ده هسيبكم تعرفوه لما تشوفوا الفيلم. وبرغم ان الفيلم هيفضل ينقلكم دايما ما بين الماضي والحاضر، الا ان ده هيحصل بمنتهى السلاسة وبطريقة هتخليكم مترقبين ومتشوقين لكل مشهد. ولما الفيلم هيخلص مش هتقدروا تحددوا مين كان طيب ومين كان شرير، وده ذكاء من مخرج الفيلم واللي مشارك في كتابته كريستوفر نولان، لانه وضح الصراع الداخلي اللي كان بيعيشه كل واحد وبين دوافعه فخلاك تتعاطف معاهم. والنقطه دي فهمت منها انه عايز يوصل انه مفيش شر مطلق، وان جوه كل انسان صراعات ودوافع كتير، لا يغلبها وينجو بنفسه لا تغلبه وتتحول حياته لكارثه. شوفوا الفيلم وقولوا لي في التعليقات ايه الافلام اللي حابين نتكلم عنها. اشوفكم الفيلم الجاي. شكرا، ميرسي، باي باي. إيكو عربي.